يا مدام الله يخليكي، صار لك معطلتيني عن الشغل اكثر من 3 ساعات وعم تساليني اسئله ما عندي اجوبه عنها. بعتاد انه من حق صاحب المال يطمن على رزقه، ولا انا غلطاني؟ طوشتيني ها؟ لسه مالنا ورزقنا وبتشتغلوا عنا؟ اختي انا ما بعرف شيء، وارجوكي لا بقى تساليني ولا سؤال. اهلين استاذ عقيل. شرف. اسم جمانة خالة علام. اهلين استاذ عقيل. على فكرة مهاب حكالي عنك كثير. اهلا. وينه علام؟ اهلا وسهلا، يا تشرفنا فيكي. بالحقيقة أنا ما بعرف إنه عنده خالة. أنا كل اللي بعرفه إنه علام مقطوع من شجرة، أمه توفت وهو صغير وأبوه الله يرحمه من فترة توفى، حتى ما عنده أخوة. والله إذا ما كنت مصدق فيك بكل بساطة تتصل فيه وبالمرة بتخليني أحكي معه، لأنه قلبي دايب على فراقه. العمة منين طلعت لي هاي؟ شو أستاذ عقيل؟ بلاقيك صفنت. لا والله، بس هيك نازل ضغطي شوي، وبالعكس عم فكر كيف ممكن نقوم بواجبك ونحتفل فيك. يعني بتقوم بواجبي بانك بتتصل بابن اختي حبيبي وبتخليني احكي معه لاني مشتاقت له كثير. والله بعتذر منك، الاستاذ مانع اي حدا يحكي معه. على كل الاحوال بتصل فيه بساله وبخبرك. تساله؟ طولي بالك، ليش مستغربه؟ روي لي حالك وخلينا نقعد مع بعضنا نتعرف على بعض، نشرب لنا فنجان قهوه، شو رايك؟ لا ميرسي، شربت. يا حبيبي شو كان تيابك جديدة مو؟ ايه اشتريتهم. وتيابك القديمة وين؟ ولك شبك مهاب؟ لك ما في شيء، مجرد سؤال. خلص، شو بدك بهالأسئلة؟ احكي لي مع المحامي خليه يجي لعندك تشوفه. ماشي.